بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما مع الدرس الرائع جدا، درس المنطق، ودائما مع الاستدلال بفصل حالات التمرين رقم 3. إذا فيه 3 أنواع مهمة جدا، كيف سنتعلم من خلال هذا التمرين بطبيعة الحال رقم 3 كيف نحل معادلة تشتمل على عدة قيم مطلقة. ثم بالنسبة للسؤال الثاني، كيف نحل أيضا متراجعة تشتمل على عدة قيم مطلقة. والسؤال الثالث إذن فهو من شقين، سؤال ألف بين أن العبارة التالية صحيحة: مهما يكون أن في أن يوجد على الأقل ك ينتمي لأن بحيث أن تساوي 3 ك، إذن أو أن تساوي 3 ك زائد 1 أو أن تساوي 3 ك زائد 2. السؤال ب: استنتج أن لكل أن من أن جداء 3 أعداد صحيحة طبيعية، أي أن في أن زائد 1 في أن زائد، دائما عدد مضاعف للعدد 3. بطبيعة الحال إذا سأقسم حل هذا التمرين أي هذا الفيديو إلى 3 أجزاء: الجزء الأول، الجزء الثاني، والجزء الثالث. نظرا لطول التمارين فهي 3 أنواع أساسية جمعت قمت بجميعها في التمرين رقم 3. إذا على بركة الله نبدأ الحل. إذا بالنسبة للتمرين الأول، إذا عندما تكون معادلة تتوفر على أكثر من ابتداء من قيمتين مطلقتين فما فوق، أي قيمتين مطلقتين أو 3 قيم مطلقة فما أكثر بطبيعة الحال، إذا فإننا نستعمل استدلال فصل الحالات لأنه سينظم لنا الحالات وبالتالي يسهل علينا حل المعادلة. أما المعادلات التي تشتمل على قيمة مطلقة واحدة فلدينا خاصية أساسية إذا تفي بها الغرض، إذا لا داعي لتطبيق بطبيعة الحال استدلال بفصل الحالات. إذا الطريقة كالآتي: إذا لدينا قيمتين مطلقتين، إذا على التلميذ بطبيعة الحال أن ينظم بطبيعة الحال البرهان، وذلك في المرحلة الأولى بجدول الإشارة الذي سنملأه بإشارة العدد 3 ناقص إكس وإكس ناقص 1. وهذا الجدول في المرحلة الأولى مهم جدا، لأن هذا الجدول الإشارة هو الذي سيعطي للتلميذ الحالات بطبيعة الحال التي ستكون لنا الحالات الأساسية. في المحطة الثانية سنقوم بحل هذه المعادلة حسب الحالات التي لدينا، وتكون لدينا مجموعة حلول مؤقتة، وبطبيعة الحال المحطة الاستنتاجية الأخيرة ستكون لدينا مجموعة الحلول النهائية، هي اتحاد مجموعات الحلول المؤقتة التي وجدها التلميذ في الحالات السابقة. إذا نبدأ بجدول الإشارة. بطبيعة الحال جدول الإشارة الذي دوره هو إبراز الحالات التي لدينا، إذا بطبيعة الحال سيكون لدينا العدد 3 ناقص إكس، 3 ناقص إكس، إذا 3 ناقص إكس يساوي صفر أي إكس يساوي 3، ولدينا إكس ناقص 1 يساوي صفر أي إكس 1، إذا ناقص ما لا نهاية إكس زائد ما لا نهاية، ثم لدينا إكس ناقص 1، إذا الحل حل المعادلة بطبيعة الحال، ثم 3 حل المعادلة 3 ناقص إكس. إذا حذاري من الأخطاء الفادحة، إذا على يمين 3 إشارة أ، وأ ليس هو 3 بل ناقص 1، إذا ناقص وعلى اليسار زائد زائد، إكس ناقص 1 على اليمين إشارة أ 1 زائد زائد ناقص. إذا من هنا بطبيعة الحال نستنتج الحالات الأساسية. هنا نرى إذا الحالة الأولى إذا كان المتغير في المجال ناقص ما لا نهاية 1، الحالة الثانية إذا كان محصورا ما بين 1 و 3، والحالة الثالثة والأخيرة إذا كان إكس أكبر من 3. إذا نميز 3 حالات، نميز 3 حالات. بطبيعة الحال الحالة الأولى، الحالة الأولى، إذا الحالة الأولى إذا كان إكس ينتمي للمجال ناقص ما لا نهاية 1، إذا دائما أول عدد حقيقي نقوم بإدخاله في المجال. النظام مهم جدا حتى لا نرتكب الأخطاء. إذا في هذا المجال سنقوم بحل المعادلة E1، إذا في هذه الحالة المعادلة E1 فهي تكافئ. إذا أعوض القيمة المطلقة، أنظر إلى جدول الإشارة، إذا على هذا المجال العدد موجب، إذا القيمة مطلقة، قيمة مطلقة لعدد موجب هي نفسه أي تساوي 2 عامل 3 ناقص إكس.
على المجال ناقص مليون واحد، إكس ناقص واحد فهو سالب، إذن قيمته المطلقة إذن لدينا ناقص ثلاثة، وهو يشتمل بما أنه سالب إذن لدينا ناقص إكس ناقص واحد، أي ناقص إكس ناقص واحد، ثم زائد خمسة تساوي صفر، لأن القيمة المطلقة لعدد سالب تساوي مقابله. إذا هذه المعادلة فهي تكافي، إذا ناقص 2x إذا زائد 6 ناقص في ناقص زائد، إذا زائد 3x بطبيعة الحال، ثم ناقص 3 ناقص 3 زائد 5 تساوي صفر. فنجد بطبيعة الحال معادلة بسيطة جدا، إذا x 6 ناقص 3 زائد 8 تساوي ناقص 8. ولكن حذاري من التسرع في تحديد مجموعة الحلول، إذا نرى يجب على التلميذ أن يتأكد هل الحل الذي وجدناه ينتمي إلى المجال الذي نحل فيه المعادلة، بما أن ناقص 8 ينتمي، إذا ينتمي للمجال، إذا هذا يستلزم مجموعة الحلول ليس النهائية وإنما المؤقتة لونسومبل سوليسيون بروفيزوار تيغال الأحادية لو سانغلوتون موان 8 أحادية. قم بطبيعة الحال إذا وضعي داخل الإطار، ثم نمر إلى الحالة الثانية. دونك الحالة الثانية، الحالة الثانية، إذا قمنا سابقا بإدخال واحد، الآن نقوم بإخراج من المجال. الحالة الثانية إكس محصور ما بين واحد وثلاثة، أي أن إكس ينتمي للمجال واحد ثلاثة. إذا نعود إلى المعادلة واحد فهي تكافئ. إذا الآن 3 ناقص x في هذا المجال موجب، إذا قيمته المطلقة 2 3 ناقص x، بينما العدد x ناقص 1 هو أيضا موجب، قيمته المطلقة هي نفسه، إذا ناقص 3 عامل x ناقص 1 زائد 5 تساوي صفر، وهذا يكافئ دائما، إذا 6 ناقص 2 x ناقص 3 x زائد 3 زائد 5 تساوي صفر. إذا هذا يكافي، إذا ناقص 5 x بطبيعة الحال 8 زائد 6 زائد 14 تساوي صفر، إذا هذا يكافي أن 14 تساوي 5 x، دائما يكافي 14 على 5 تساوي x. إذا بطبيعة الحال إذا نرى هل العدد إذا فهو أكبر من واحد، هل هو أصغر من ثلاثة؟ نعم، إذا 14 5 فهو ينتمي لهذا المجال. إذا نستنتج أن مجموعة الحلول المؤقتة الثانية الأحادية 14 5، ثم أخيرا بطبيعة الحال الحالة الثالثة، الحالة الأولى الحالة الثانية ثم الحالة الثالثة والأخيرة الحالة الثالثة. نقوم بإخراج 3 لأن 3 إذا قمنا بإدخالها في الحالة الثانية، إذا 3 إذا كان x ينتمي للمجال 3 زائد ما لا نهاية. إذا نعود إلى المعادلة واحد، إذا المعادلة واحد تكافئ، إذا نتواجد في هذه الخانة، إذا العدد لدينا سالب، إذا تساوي ناقص 2 قيمته المطلقة تساوي مقابله 3 ناقص x، بينما إذا x ناقص 1 موجب، قيمته المطلقة إذا هي نفسه ناقص 3 x ناقص 1 زائد 5 تساوي صفر، وهذا يكافي، إذا 2x ناقص 6 ناقص 3x زائد 3 زائد 5 تساوي صفر، دائما تكافؤات 2x إذا ناقص x، 8 ناقص 6 زائد 2 تساوي صفر، وهذا يكافي أن 2 تساوي x، ولكن مع كامل الأسف 2 لا ينتمي لهذا المجال، إذا لا ينتمي للمجال الذي نحن بصدد حل بحله في هذه المعادلة، 3 ليس فيه. إذا هذا يستلزم أن S3 فهي مجموعة الفارغة، لا يوجد حل. إذا خلاصة، إذا الحل النهائي لونسومبل سوليسيون فينال، دونك S تيغال S1 إنيون S2 إنيون S3 اتحاد، إذا تساوي بطبيعة الحال ثنائية ناقص 8 14 على 5. إذا تلاحظون جيدا أهمية الاستدلال بفصل الحالات. إذا عندما تكون لدينا معادلة تشتمل على قيمتين مطلقتين فما فوق، إذا نستعين بهذه التقنية جدول الإشارة عفوا الذي يحدد لنا الحالات، ثم بفضل الاستدلال بفصل الحالات نحلها على مراحل ونستنتج بكل بساطة مجموعة الحلول النهائية. إذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للجزء الأول، كونوا في الموعد مع الجزء الثاني.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تحرمون من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا، كما لا تنسوا دعمنا لذنبكم وذلك بالاشتراك والمشاركة. بالتوفيق إن شاء الله.